كل الناطقين والأجهزة الأمنية وكل واجباتها. أنا أعتقد يمكن كلامي كان واضح. بالتأكيد الاجتماع اللي حدث يوم الخميس واللي رأس القائد العام للقوات المسلحة مع الجنرال مكنزي، هذا الاجتماع مهم جدا. أولا هذا الاجتماع كان في أخذ العلاقة وجدولة الانسحاب، أيضا هذا الاجتماع راح يحدد أطر العلاقة بيننا وبين التحالف الدولي، أيضا في مجال التدريب، في مجال التسليح، في مجال مكافحة ومطاردة وملاحقة الإرهاب. لذلك نحن نعتقد بأن هذا الاجتماع اجتماع ناجح. نفذنا 144 عملية نوعية استباقية للقضاء على بقايا التنظيم. تم قتل بحدود 107 إرهابي، أغلبهم قيادات مهمة بالتنظيم الإرهابي، اعتقال بحدود 133 إرهابي. نفذت هذه العمليات أغلبها بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية الأبطال وطيران التحالف، سواء الضربات الجوية أو عمليات الإنزال الجوي أو الاستطلاع، بمجموع 370 عملية إسناد جوي لعمليات جهاز مكافحة الإرهاب.